عندنا لي جوال وكاع على بالهم بلي عندنا لي جوال بصح علاش ما خصش تمحو التريكو منشطات زلزلت الرياضه الجزائريه بصفه عامه المنتخب الجزائري يبصح في هاد المباريات هذيا من 79 وحنا نستناو في البير هذايا كشويه ما نشربوا منه نهار اللي وجدنا جو ترمونا فيه الكريزي والله مستوى مليح مستوى داروا ماتش مليح الله يبارك لي جوار داروا اداء تاعهم لعبوا بالو في التيران داروا ريزلتا مليحه بينوا لنا لي جوار ثاني اللي بينوا رواحهم يلعبوا اللي سما كيما نقولوا حنا حالي حبيبين نروحوا في ليكيب ليكيب ناسيونال كاينين لي جوار يحوسوا يلعبوا كيما البارح نورمالمون ديلور ليكيب ناسيونال خصم ديلور لازم ديلور انا هذه هي الحاجه اللي نحوس عليها ديلور لازم يولي للفريق الوطني والله كان يعني اداء جيد بالنسبه للشعب الجزائري وما ننساوش باللي كانت شحنه طافيه من قبل الماتش على الكاميرون بدايه جيده بالنسبه لي يعني بدايه جيده وشفنا يعني بعض اللاعبين برزوا كما بالليلي عوده بن سبعيني من الاصابه شوف تدارك المجموعه يعني عندنا تدارك في المجموعه اللي جوا الجدد دخلوا في الدقيقه 80 والدقيقه 85 ما شفناش يعني فشل ولا كولسه من جانب إخفاق في المباراة الفاصلة مع الكاميرون والله أداء جيد يعني أنا بالنسبة لي إن شاء الله يكملوا هكا برك والله يعني الحمد لله بسم الله السلام عليكم المردود يعني كان مردود مقبول ما نقولوش جيد نقولوا مقبول كان تراجع نوعا ما تاع مستوى اللاعب بن سبعيني يعني دار هفوات نتمناو يداركوها يعني في المقابلة تاع العودة العموم مقابلة مقبولة اللاعبين لعبوا داروا الشيء اللي عليهم ويعني كاين هناك نقائص ونتمنوا ان شاء الله النقائص هذو نصلحوها في مقابله العوده ان شاء الله. كيف تشوف المباراه في القادمه؟ تكون صعيبه بطبيعه الحال تكون مقابله صعيبه لانه فريق يعني وغندا فريق محترم ماهوش يعني فريق يعني سهل المنال كما يظنوا بعض الناس وباذن الله يعني نفوزوا عليهم. احنا عندنا فريق يعني متكامل احنا كنا صح فتنا نقولوا مرحله فراغ يعني ماهيش مرحله فراغ يعني باذن الله الفوز. 10 10 بلايلي عندنا المايسترو بلايلي يا خويا هو اللي يشرفنا وكما قال الحاج احنا نتبعوا ليكيب ناسيونال احنا ما نتبعوش الاشخاص وان شاء الله فيها خير. ان شاء الله. السلام عليكم الفريق الوطني راهو في تحسن ملحوظ مع اللاعبين هذو الجدد ونتمناو التوفيق للسي جمال بالماضي بربي ان شاء الله يخدم لنا ليكيب ويدير الانسجام ويتاقلموا جدد مع القدم والفريق تاعنا يولي ان شاء الله بقوه باذن الله. يا خويا شيء عادي يعني يلعبوا مقابله عاديه ما كان لا ضغط لا والو مقابله عاديه انا بالنسبه لي نورمال دوميناو سمعت دوميناو في لابارتي لاباس بهم مازال دي جان مازال جدي ان شاء الله يزيد دعم من بوحايد اخرين وهذه هي. كيف تشوف المباراه القادمه وتوقعك النتيجه؟ مع تنزانيا والله يعني اوغندا في الريتور خويا الريتور سمعت احنا المحال على كل حال انا متفائل باللي ثاني يربحوا. بالنسبه للمقابله اللي جرات يوم امس الفريق الوطني طبعا بعد النكسه تاع الكان والمونديال نظن باللي المقابله كانت في المستوى خاصه من الناحيه النفسيه لانه ماشي من الصعب باش نخرجوا بعد نكسه كما هذه وندخلوا في مباشره في ليزيميناتوار تاع لاكوب دافريك الو اوتوماتيكمون بالنسبه لي انايا كانت المقابله في المستوى خاصه من الناحيه النفسيه لانه ماشي سهله هذه وحده ثانيا نظن باللي بلايلي كان هو كما العاده زعما بلايلي يبقى بلايلي هو كل
الدونجي كان من عند بلايلي. صونا البارح فرحونا، لعبوا عجبونا كلش، ونصبروا عليهم نصبروا عليهم خويا، عاد رانا خارجين في مرحله صعبه، نصبروا على ليكيب ناسيونال. وانا خويا عجبني بلالي رقم واحد في العاصمه، رقم واحد الفريق الوطني كان لاباس به. ماذا بينا هنا يخلوهم الجوار اللي جابوهم من جديد، اللي جابوهم من جديد الجوار يصبروا عليهم شويه، باسكو الجوار ماشي فيه ماتش واحد غادي تحكم عليه، او موان 3 ماتش 4 ماتش 5 ماتش باش تحكم على الجوار، ماشي ماتش واحد في ماتش واحد تحكم عليه. وبلايلي يقعد توجور بلايلي. السلام عليكم، حنا مع ليكيب ناسيونال رابحين ولا خاسرين، صرات هذيك كما يقولوا النكسه، خسرنا مع كوت ديفوار، كما وقفنا معاهم كي كانوا رابحين نوقفوا معاهم ان شاء الله دروك، خاطش هذا وقت صح، مازال كما يقول لك كوب دافريك ومازال بارتيات جايين. وبلايلي حنا بلا ما نهضروا كما يقول لك موهبه من عند الله، وخرجتها مولدية وهران، وحنا كنت عطونا هنا شركه نخرجوا لكم كل عام 10 من بلايلي. فيما يخص المقابله تاع الفريق الوطني البارح، كانت مقابله مليحه، ما نقولوش ممتازه مي مليحه. حنا كانت عندنا نقولوا كان جاب وجوه جديده، ونتمنوا ان شاء الله يعطوا اضافه. وحنا دوك الفريق الوطني محتاج باش ندعموه، ماشي باش نجيو كونطر عليه، لا من جهه الشعب ولا من جهه الصحفيين ولا حنا لازم دروك حنايا لازم الناخب الوطني لازم نوقفوا معاه وندعموه. ومازال كاين ان شاء الله كما نقولوا كاين لاعبين جدد، كاين عندنا في اوروبا، عندنا هنا في الجزائر ثاني كاين جوال ممتازين. ولا كيفاش شفت المردود تاع الفريق الوطني بالامس؟ المردود تاع المنتخب الوطني كان جيد، شفنا نسوج كرويه، لاعب جماعي، يعني مام لي جوار اللاعبين اللي انتدبهم مؤخرا اللي استدعاهم الناخب الوطني جمال بالماضي قدموا الاضافه، ومازال الخير قدام. يعني هذه اول انطلاقه بعد واش صرنا في المونديال ما تاهلناش، سي با لا فان دي موند، هذه هي كره القدم، فيها فائز فيها خاسر، لازم ندعموا المنتخب الوطني، على الشعب الجزائري يساند اكثر. وحنا رانا مع الاستقرار الفريق الوطني ومع الاستمراريه ومع الناخب الوطني جمال بالماضي، ندعموه باش ما كاين، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. كيفاش المردود تاع يوسف بلايلي؟ الاداء تاع مردود يوسف بلالي يعني صراحه يستحق الثناء ويستحق التشجيع ويستحق التقدير، يعني مايسترو في الميدان، يعني الله يعطيه الصحه، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. هي الفريق الوطني تاع البارح لعب الله يبارك، كي هو كي بالماضي استادير اللي كيب عاود حياه بارابور حياه مو حياه علامه كاع، وجات حياه مسيو بالليلي الله يبارك. هذاك سي بالليلي هو الزعيم تاع الفريق الوطني، الله يبارك خويا، الله يبارك الله يبارك الله يبارك، والله يجعل خلوهم كيما راهم، ما يخربوش فيهم برك، خلوا ليكيب ناسيونال في بلاصتها، ما يخربوش فيهم، ما يضلوش يديروا لهم في البلبله ويضلوا يديروا لهم في المشاكل ويضلوا، خلوا الناس تخدم، راه يخدم خلو رب العالمين ما كتبناش كوب دي موند، الحمد لله جايه كوب دي موند جاي، مادام الحمد لله استادير بالماضي خلوهم يخدموا برك، خلوهم. وش نقول لك، سلموا لنا على بالليل والسلام، تحيه بالليل. عندنا لي جوار وكاع على بالهم بلي عندنا لي جوار، بصح علاش ما خصش تشوفو التريكو؟ منشطات زلزلت الرياضه الجزائريه بصفه عامه. صعب على المنتخب الجزائري يبصح في هاد المباريات هادية. من 79 وحنا نستناو في البير هذايا، كشوية ما نشربوا منه، نهار اللي وجدنا جو ترمونا فيه الجريزي.